حكومة كافرة فاسقة وداعرة. يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي لايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. اخ شريف. ايوه. جت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعاً طبعاً. إيه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام الناسف. حزام إيه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ إحنا واثقين من إيمانك ومتأكدين إنك مش هتتردد إنك تضحي بروحك من أجل الأمة الإسلامية كلها، والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله. أنت مكانك مش هنا. أمال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وأنتوا هتقعدوا هنا تحت وأنا هطلع فوق لوحدي؟ أيوه. طب ما تطلعوا أنتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالظبط، وانت عارف هينفجر فين. فين؟ في العمارة كلها بما فيها سفارة الخنازير والقردة. وانا كمان في العمارة. ايوه. بس خلي بالك، اي محاولة منك عشان تفك الحزام هينفجر فيك لوحدك ويضيع عليك الأجر والثواب. توكل على الله فهو حسبك ونعم المصير. ونعم المصير. الموضوع ده انا عايز ينجز في خلال 48 ساعة. انا لابس حزام ناسف. وقبل الحزام ما ينفجر بخمس ثواني كانوا فاكرين. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. انا عملت ايه في حياتي؟ وقبل لوحك عملت كتير. خد اشرب. بكره هتخلص من ده كله. بكره الجلسه اللي فيها الحكم النهائي هيخرجوا من الشقه، هيطردوا وقفاهم يعمر عيش يا بابا. ايه خير يا طارق بيه؟ مرضيتش امشي من غير ما اسلم عليك. تمشي تروح فين؟ اتنقلت في الحركه جديده، رحت مكافحه الشغب. والله هتوحشنا يا طارق بيه. عاوز اقول لك انك اجدع راجل قابلته في حياتي. يبقى اسمح لي اطمن عليك من وقت للتاني. ربنا يوفقك. لو كل واحد بيحب البلد دي زيك هنبقى احسن بلد في الدنيا. شريف بيه. شريف بيه. شريف بيه. ربنا يوفقك.
عند مين حضرتك؟ أنا عندي شقة هنا في العمارة. بس أنا ما تخيلتش بالوش السمح ده قبل كده. أصلي قافلها. قافلها ليه؟ ما تفتحيه. أنت شريف خيري؟ أيوة أنا. ده أنت قالب البلد كلها. مفيش حاجة، دي الكهرباء قطعت. هي الكهرباء بتقطع هنا كتير في العمارة؟ لا، بس أنا عشان نيتي حلوة الكهرباء قطعت النهاردة. الكهرباء دي بتيجي في وقت ملوش أي لازمة. بتيجي نطلع عندي فوق تبلي ريك بحاجة عشان الخضة بتاعت الكهرباء دي. بس تقعد باحترامك. ده أنا هحترمك احترام محدش احترمه لحد قبل كده. احنا هنفضل نحترم في بعض لغاية الصبح. ايه رأيك بقى في الاحترام اللي حصل؟ زي الفل. ها انتوا مين وجيتوا هنا ازاي؟ ده جوز الهانم. جوز الهانم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اوعى تكون بتشك في حاجه ولا مخك يروح لحاجه كده ولا كده. انت معاك 6 جنيه ذهب، هي بس كانت شاله منك حبتين وانا كنت بوفق بينكم. قومي قومي يا بنت الحلال، روحي مع جوزك واخذي الشيطان. وانت كمان قصدك عليك حاجات، بتزعلها ليه؟ ما انت زعلتها تاني يوم كانت في السرير مع واحد تاني، بس انا حافظت عليها. دي كده زي الفل. نعم. شوف يا استاذ شريف. ايوه اخويا. اللي حصل ده احنا صورناه. لو تحب نزيع هنزيع. دي جريمة زنا، يعني فيها 3 سنين سجن، أو ممكن جوزها يتهور ويقتلك دلوقتي حالا. والله كلامكم منطقي ومظبوط 100%، وانتوا ناس عداكوا العيب الحقيقة. أنا بس رأيي اللي احنا نلم الموضوع وأنا تحت أمركم في أي حاجة. أصل واحد ساعات كمان بيعمل حاجات يستاهل ضرب الجزم عليها. بكرة الصبح تروح المحكمة تتنازل عن قضية طرد السفارة من العمارة، وخلينا حبايب أحسن. وها قد أتى موكلي، وكما ترون محمر العينين، رث الثياب مؤرق منكوش الشعر. هل هذا هو شريف خيري الذي أتى من الخارج منذ بضعة أسابيع منور الخدين ممتلئا بالأمل والسعادة؟ انظروا إلى وجهه، هل هذا هو شريف خيري؟ إنه لا يستطيع الكلام يا سيادة القاضي، فقد النطق، صار حطاما، أشلاء إنسان. سيادة القاضي أنا عايز أتكلم. شريف خيري رمز الصمود. شريف خيري رمز الصمود. يا السفارة في قلب العمارة. يا السفارة في قلب العمارة. سيادة القاضي أنا جاي عشان أتنازل عن القضية اللي أنا رافعها على السفارة. شريف خيري. حفظت القضية ورفعت الجلسة. بعت القضية يا شريف؟ بعتها يا حقير؟ انتو كان؟ تفو عليك.